بلدية رام الله وأيضا حركة المقاطعة البي دي اس تطلقان مبادرة لتشجيع الطلبة على مقاطعة منتجات الاحتلال. تنضم إلينا عبر الهواء مباشرة رئيسة قسم الإعلام في بلدية رام الله السيدة مرام طوطح. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. أهلا بك. يعني اليوم كان في مبادرة في دار بلدية رام الله، هذه المبادرة تحث على مقاطعة منتجات الاحتلال طبعا بالشراكة مع البي دي اس، تحكي لنا تفاصيل أكثر حول هذه المبادرة. طبعا هذه ليست المبادرة الأولى اللي بتكون فيها بلدية رام الله مع حركة المقاطعة بي دي اس، وأيضا لدعم المنتج المحلي الوطني الفلسطيني. كان لدينا مبادرات أخرى مثل سوق الاقتصاد الوطني، أيضا مبادرات أخرى في سوق الحرجة، في مهرجانات أخرى وبرامج ثقافية وبيئية متنوعة لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال. أما فيما يتعلق بهاي الحملة والمبادرة الجديدة، اليوم تم الاتفاق عليها من خلال برامج الثقافية اللي تنظمها بلدية رام الله في مدارس المدينة، ورح يكون عن طريق يعني توعية الطلاب وتشجيعهم لدعم المنتج الوطني الفلسطيني، وأيضا حث الأهل على دعم أبنائهم لشراء المنتج الوطني الفلسطيني. لازم يكون في تكامل بين الأهل وبين الأطفال، بين الطلاب، بين الشباب والصبايا لدعم المنتج الوطني الفلسطيني، وهو كأحد أشكال المقاومة المتعددة لدى الشعب الفلسطيني. طبعا هذا هاي المبادرة رح يتم تطبيقها في المدارس مع من خلال مجلس بلدي أطفال رام الله، ورح تكون في أكثر بجميع مدارس المدينة، رح يتم التواصل معهم مع إدارات المدارس، ورح يكون في أفكار ويعني برامج خلاقة وإبداعية في هذا المجال، يعني مش فقط توعية محاضرات. يعني تحكي لنا شوي عن الفعاليات اللي رح يتخللها المبادرة، نعرف كل مبادرة يعني تحتوي على فعاليات وأنشطة. أكيد رح تكون المبادرة منهم وإلهم، يعني الشباب هم اللي بيقرروا شو الفعاليات، مش إحنا رح نيجي نفرض عليهم فعاليات، يعني إطلاق مجال لهم للإبداع في يبدعوا هم، إن كان مسرحيات، إن كان أغاني، إن كان فيديوهات. بتعرف هلا السوشيال ميديا مهمة جدا في هذا الموضوع، فرح نطلق لهم العنان إن هم يفكروا شو الطريقة اللي بلاقوها مبدعة وبتوصل لكل شاب وصبية وكل طفل وطفلة، كل طالب وطالبة في المدارس منهم وإلهم. برأيك شو أهمية إنه نشتغل على فئة الأطفال منذ الطفولة، إنه نوعيهم في هذا الموضوع وأهميته؟ صحيح. وإحنا رح ندرس، يعني إحنا ذكرنا في بياننا إنه ندرس هاي البذرة مع أطفالنا منذ الطفولة عشان يربى عليها ويربى إنه بنتج بيشتري منتج وطنه ومنتج محلي لمصنع فلسطيني اللي بيشغل أيدي عاملة فلسطينية. يعني كلها هاي منظومة لازم ندعمها. نعم. يعني خلينا نحكي عن مدة المبادرة، هل هي مستمرة بشكل دائم أو في يعني إلها وقت محدد ورح تنتهي المبادرة؟ حسب الطلاب أكيد هاي لازم تكون مستمرة في كل عام دراسي، رح تنطرحها والاستماع لأفكار جديدة للطلاب ويعني تنفيذها. يعني لو في مجموعة حاليا من طلبة المدارس بسمعونا أو الأهالي أيضا، شو الرسالة اللي بتوجهها بلدية رام الله إلهم؟ رسالتنا لأنهم إنه هم شريحة كتير كبيرة ومهمة في المجتمع الفلسطيني، وإنت الطالب وإنت الطالبة في مدارسنا الفلسطينية مهمين كتير لدعم المنتج الوطني الفلسطيني، وساعدونا عشان ندعمه. يعني تفاصيل أكثر أو أي إضافة أنت حابة يعني تذكريها حول هذه المبادرة؟ إن شاء الله راح يتم الإعلان من خلال صفحتنا على الفيسبوك عن هاي المبادرة، وراح يتم كمان التواصل مع مدارس المدينة واللي هم أصلا متواصلين معنا وبطرحوا مثل هاي الأفكار كمان اللي هم مش بعيدين، يعني بالعكس، وراح يكون في نقاش وحوار معهم لشو الطرق الأمثل والأساليب الأمثل لتفعيل ونجاح هاي المبادرة. وكمان يعني في بس يعني سؤال حول مجلس الأطفال اللي راح ينفذ هذه المبادرات. هلا هذا المجلس يتبع لبلدية رام الله؟ صحيح، هو مجلس تابع لبلدية رام الله، بيتم انتخابه من قبل المدارس. كل مدرسة بصير انتخابات للطلاب وبفرزوا من كل مدرسة طالب بشكل هذا المجلس. يعني نقدر نحكي توعية مزدوجة حاليا. صحيح. اللي هي في موضوع الانتخابات، وإحنا حاليا في مرحلة الانتخابات يعني المحلية في مدن مختلفة من الضفة الغربية، وأيضا يعني موضوع مقاطعة منتجات الاحتلال وهو أيضا موضوع مهم للاقتصاد الفلسطيني. بدي أشكرك جزيل الشكر، أنا رئيسة قسم الإعلام في بلدية رام الله السيدة مرام طوطح، شكرا جزيلا.